تعالوا نروح نشوف تقرير من داخل النادي الاهلي. امبارح كان فيه حفل التكريم لإيهاب عبد الرحمن ومصطفى الجمل لاعيبه النادي الاهلي ومنتخب مصر لالعاب القوه. هنشوف التقرير ومعانا كمان تصريحات حصريه للمهندس محمود طاهر والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه. هنشوف التقارير ونرجع تاني نكمل مع بعض في الكوره كله. اقول لهم شرفتوا مصر كلها وان شاء الله هتشرفونا اكتر بالميداليات الذهب. اللي انا قلت لمصطفى وقلت لإيهاب ان احنا مش هنتنازل عن ميداليات الذهب باذن الله في ريو دي جانيرو، وكل الدعم ليهم والتعاون بيننا وبين الاتحاد وبين الوزاره هيكون على اعلى مستوى، لان دي احداث تاريخيه، ده بتضاف لتاريخ الرياضه في مصر. احمد اكرم في السباحه، إيهاب عبد الرحمن ومصطفى الجمل في العاب القوه، فتحي مبروك المدير الفني للنادي الاهلي. ليس هناك اي تغيير في اي حاجه حتى اللحظه دي. بكره اجتماع لجنه الكوره لتؤيد القرار. فتحي مبروك من اعلى المدربين فنيا، راجل درب منتخب مصر، راجل درب النادي الاهلي قبل كده كتير. فتحي مبروك في رايي انا لازم ياخد فرصته كويسه. اعتقد انه الامور واضحه بالنسبه لنا، هي بالنسبه للاعلام مش واضحه بس، انما الامور واضحه بالنسبه لنا، احنا عارفين احنا عايزين ايه. لم يحدث مفاوضات مع اي مدير فني اجنبي على مدار الشهرين اللي فاتوا. احنا بناخد مواقف ليست تعنتيه، وانما زي ما بقول دايما لا مساس بحقوق النادي الاهلي. طبعا دي حاجه مش غريبه على النادي الاهلي، طبعا احنا على طول بنتكرم من النادي الاهلي ومتابعه ورانا، النادي الاهلي مش سايبنا. فراسد الباشمهندس محمود طاهر طبعا حاجه جميله جدا النهارده، الواحد يعني حاسس ان هو في بيته، مش حاسس في حته غريبه يعني. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، انا كنت جاهز ان انا اجيب الذهب، ان انا ماشي من مصر ورايح على بطوله العالم المعسكر هناك وانا رامي 79 90، في ظل ان اللي جايب اول 80 متر، اللي جايب ثاني 78 والثالث 78، يعني انا كنت جاهز حتى للفضه، بس طبعا الحمد لله انا اتصبت قبل المباراه باربع ايام واتمنعت من نزول الماتش، لكن انا اللي اصريت ان انا انزل والحمد لله وصلت للدور النهائي. وطبعا كان في النهائي خلاص رجلي ما كانتش ان هي تقدر تشيلني، الحمد لله بعد المحاوله الثالثه كنت سابع، كان لسه في ثلاث محاولات ثانيين بس انا خلاص كانت رجلي وقفت وخرجت على الاسعاف بره، خلاص كانت رجلي خلاص وقفت. لو زي ما بيقولوا مفيش اللي بيحقق ما بينالش، لا هو في دلوقتي حضرتك شايف في انت كده دلوقتي في تكريم من الوزاره، تكريم من النادي، تكريم من رئيس الجمهوريه، رئيس الوزراء. طبعا ده كله يحسسك ان انت لازم تلعب رياضه، لازم تجتهد، لازم تتكرم. يعني ده الاحساس ده بصراحه احساس جميل كده، انت حد بيكرمك على تعبك. ويا رب ان شاء الله يا رب دايما نبقى موجودين هنا في التكريم ان شاء الله. ان شاء الله انا عندي الكونغو ان شاء الله مسافر مع الوزير، قال ان شاء الله عندنا ربنا يسهل ان شاء الله راحه سلبيه اسبوعين وبعد كده نبدا التمرين ان شاء الله الاعداد للبطوله الاولمبيه ان شاء الله. شرف كبير جدا لينا. اولا انا بشكر مجلس اداره النادي الاهلي بالكامل برئاسه المهندس محمود طاهر، تكريم محترم جدا، اتعمل جوه بيت اللاعب، جوه بيته في النادي الاهلي، تكريم كبير جدا لإيهاب والمصطفى. بتمنى ان شاء الله ان هم يكونوا على قد الثقه دي الفتره اللي جايه، وانا عارف هم قد الثقه ديت. هم زي ما فرحوا المصريين ان شاء الله في بطوله العالم اللي فاتت، ان شاء الله هيفرحوهم في الاولمبيات الجايه في ريو باذن الله. شرف كبير جدا المهندس خالد عبد العزيز كرمنا، معالي المهندس ابراهيم محلي برئيس مجلس الوزراء كرمنا، التكريم الكبير جدا اللي احنا فرحنا بيه اللي اعلنه دلوقتي معالي الوزير ان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي هيقابلنا ان شاء الله انا وإيهاب ومصطفى بعد العوده من دوره العاب الافريقيه. ده حمل كبير جدا على اللعيبه وعلى الاتحاد ان احنا ان شاء الله نكون قد المستوى دوت، وان شاء الله نختم بمدريتين اولمبيتين لإيهاب ومصطفى اولاد النادي الاهلي، معاهم حسن عبد الجواد ان شاء الله برده منافس في المطرقه باذن الله. انا مبسوط جدا ان احنا اصلا عندنا بطلين طالعين من النادي الاهلي بيحققوا ارقام غير مسبوقه، بالذات بالاخص يعني إيهاب عبد الرحمن النهارده محقق تاني عالم، حاجه اول مره تتحقق غالبا من 100 وحاجه سنه في اتحاد في العاب القوه. فانا مبسوط جدا ان احنا قدرنا ان احنا نعمل منظومه بحيث ان احنا نقدر نحاول نتدرب صح ونعيشهم في مناخ صح، ان هم يقدروا يحققوا ارقام غير مسبوقه في تاريخ مصر.
ويحققوا ميداليات في بطولات عالمية مش بطولات أفريقية زي ما كنا كلنا متعودين قبل كده. كنا بنكسب بطولة أفريقيا ما فيش مشكلة، بس أول مرة بنوصل إن احنا بنحقق بطولة عالمية يعني وطالعين من عندنا في النادي، دي حاجة شرف لينا كلنا. الإعلام كله متجه ناحية إيهاب بحكم الميدالية الفضية، حقه وإنجاز غير مسبوق في تاريخ مصر منذ أسس الاتحاد المصري لألعاب القوى سنة 1900 آسف الاتحاد الدولي لألعاب القوى سنة 1910. لكن مصطفى برضو قبله سوء حظ بالإصابة أثناء الإعداد للبطولة، ورغم الإصابة هو صمم أنه يلعب، لعب السيمي فاينل ووصل للفاينل ورمى وهو مصاب وكان ممكن تجيله إصابة مزمنة، لكن هو صمم رغم أن الأطباء في البطولة نصحوه بعدم الاشتراك. إنما بشكره على تحمله على نفسه. إن شاء الله بإذن الله الأبطال الاثنين مؤهلين لريو دي جانيرو، وإن شاء الله أملنا كبير إن السنة الجاية نكرمهم وهم حاصلين على ميداليات في الدورة الأولمبية. كرة القدم دايماً بتاخدنا حتى وإحنا بنكرم أبطال العالم ما بياخدوش حقهم. إنما ما أقدرش ما أردش على سؤالك، المهندس عادل القيعي يعني تاريخ ورمز من رموز نادي الأهلي، وابن من أبناء نادي الأهلي يعني اللي خدموا النادي الأهلي على مدى تاريخهم، يمكن شفناه امبارح في أحد البرامج وهو بيحكي إزاي فضل 3-4 سنين لحد ما اشترك في النادي الأهلي في الستينات وكان نفسه يدخل ويشترك في النادي الأهلي. هنس عادل القيعي يعني اتعلمنا منه وتعلمنا من اللي قبله وبنتعلم من اللي بعدهم، فهو إضافة للنادي الأهلي. لما النادي الأهلي طلبه ما تأخرش، وده سمة من سمات ولاد النادي الأهلي كلهم. ما عندناش مشروع احتراف على بعضه، احنا عندنا ايه يعني ساعات نبقى هاويين وساعات نقول محترفين، يعني لما نقلب على لعيب وعايزين نمشيه نقول الاحتراف كده، اما نيجي يحصل مساومه او يحصل مفاضله او يحصل شراء لعيبه الناس تقول لك لا المفروض ومفروض نبدا نقول قيم اللي هي بتاعت الوهاب. فاحنا ما عندناش مشروع، يعني زي حاله الحيره اللي فيها مصر، احنا دوله راسماليه ولا دوله اشتراكيه ما احناش عارفين، يعني احنا طول الوقت ايه يعني مثلا ساعات نقول صناعه كره القدم ولا احتراف، وبعدين فجاه يقول لك بس لكن السلعه من حق المواطن البسيط. احنا ما عندناش مشروع على بعضه يحقق له تحديد في اي حاجه، كل المشاريع عكس بعض او ايه في لخبطه، لسه ما عندناش مفهوم كامل. هل الرياضه دي سلعه ولا مش سلعه؟ هل هي صناعه ولا مش صناعه؟ هل هي حاجه للتسليه مجانيه ولا حاجه صناعه عشان تدور وتجيب دخل؟ احنا ما عندناش المفهوم ده، ساعات نقول من حق المواطن بسيط وزايد، نقول الاسعار غاليه وازاي اللعيبه تاخد كده، وفجاه نقول احنا في الاحتراف والقانون الاحتراف يعمل كذا. احنا ناقصنا مشروع كامل واضح عن سلعه كره القدم يوضح فيه كل النقط. احنا دوله ايه، راسماليه ولا اشتراكيه؟ احنا دوله بتاع صناعه كره القدم دي صناعه ولا لعبه؟ أطفال كتير محتاجة لمساعدتك، تقدر تتبرع بكيلو صوف ب 36 جنيه لصالح كساء فقراء وأيتام المدارس الحكومية، تقدر تساعد على حساب 08-37-28 بنك البركة، جمعية صحبة الهادي، تقدر تساعد. أحدث الأغاني على الأرقام الموجودة على الشاشة وحمل أحدث الأغاني، يبقى أحسن لفضل سنة. أنا حد بننسى ونمسى ونسى، وكمان خليها كنتون على موبايلك. أنا أستاذ ورئيس قسم الحنية، أنا بواسير فعنيك عارف أنا شفت إيه، شفت حلم أنا نفسي فيه، كنت عايش طول حياتي مش لاقيه. بص بقى يا معلم، اللعبة دي جامدة طحن، مش قلش يعني، هي شبه السبوي شوية بس دي أحلى، جرب كده تحملها على موبايلك والعبها، مش هتندم أبدا. اسمها سكيتنج، كلها شقاوة وحركات، بس لو وقعت من فوق البتاعة دي هتتكحرت يا معلم، يعني خلي بالك ولم كل الكوينز اللي في طريقك واعمل أي مصلحة. ادينا تليفون على النمر اللي موجودة على الشاشة وحمل لعبة سكيتنج على موبايلك وافكس لأي لعبة تانية.
حمل لعبة سكيتنج على موبايلك وخليك الكينج. للإعلان على شبكة تلفزيون النهار، الوكيل الإعلاني ميديا لاين. الاتصال على الأرقام التالية